في حياتي أقعد أتكلم عن والدي الله يرحمه الأستاذ حسن دياب. يمكن من 4 سنين كده في الإمارات في إكسبوجر المهرجان الدولي اللي بيتابع عن الصورة والتصوير، كان لي حظ إنه برضه لأول مرة أحط صور تصويري جنب صور من تصويره. فطبعا إحساس بالنسبة لي يعني قوي. أنا طبعا بشكر الفرصة الجميلة إن أنا أعرض بعض من صور بابا الله يرحمه، وأتكلم على قدر يعني استطاعتي. بس عندي إضافة جميلة جدا في المسألة، لأنه وجود الأستاذ عبد الوهاب السهيتي أستاذ عظيم في التصوير وكبير المصورين الأهرام، وعاش فترة كبيرة مع والدي. فطبعا يعني هو هيتكلم عنه بشكل يعني جميل مهنيا. يعني حسن دياب اتولد في 1926 وتوفى 2002. هو كان أسرته العيلة بتاعته كانت بتشتغل في التجارة وخصوصا في الحاجات الرياضية، وهم عيلة دياب كانت من أنشأوا أو مش أنشأوا يعني اشتغلوا في التجارة خصوصا في أدوات ترابيزات البلياردو والحاجات بتاعت البلياردو، وده خلى عيلة دياب يطلع من أبطال مصر في البلياردو. كثير منهم كان بابا كان واعد يعني في المسألة دي، بس التصوير سحبه فما كملش في بلياردو ويعني اشتغل في التصوير. عمي الكبير مصطفى دياب ده بطل مصر وكان يعني بطل العالم في البلياردو، وده حسن دياب وهو يعني عنده 11 سنة. هو ده عنده 11 سنة، دي الصورة بتاعت المدرسة، الصورة الأوفيشال يعني بتاعت المدرسة. دي أول صورة نشرت لحسن دياب، كانت غلاف مجلة الراديو المصري اللي هي مجلة الإذاعة والتلفزيون دلوقتي. كان هو ساكنين في باب الخلق في وسط البلد هنا عند المتحف الإسلامي، وكان بينزل يروح المدرسة بتاعته بيعدي على جامع المؤيد ويشوف المبنى بتاعته. هو لما حب التصوير حوش من صوره واشترى كاميرا وبقى يمشي يصور بيها. ففي يوم هو كان صور الصورة دي ومكانش عجبانه، وبعدين في يوم ماشي لقى نفس الصورة اللي هو صورها أفضل لأن بقى في سحاب، فرجع بسرعة جاب الكاميرا وصورها ما شالها مبسوط بيها. لكن الصدفة خدمته، كان قاعد مع حد وحد عرفه كان رئيس تحرير مجلة الراديو ساعتها، فبيعرض عليه الشغل بتاعه، فقال له أنا عايز الصورة دي فاتنشرت غلاف المجلة. من هنا ابتدى شغفه مش بس بالتصوير لأنه كمان بالصحافة، لأنه الوسيط الوحيد اللي الناس تشوف الصورة زمان كانت الصحافة المطبوعة يعني. فمن هنا ابتدى يتعرض شغله في الصحافة. أنا عامل العرض بتاعي برزنتيشن بعد إذنكم لثلاث مراحل. مرحلة ما قبل 52 اللي هو كان في مجلة الراديو، وبعدين لما الأستاذ الكبير محمد يوسف هو رائد التصوير الصحفي المصري جه أنشأ قسم التصوير في الأخبار، فأخذ حسن دياب معاه.
فأنا عامل المرحلة الأولى بتاعت الأخبار ما قبل 52، لأنه من 52 بعد قيام ثورة 52 وكان بيغطيها كمصور صحفي، فطلب من عبد الناصر إنه يبقى معاه في رئاسة الجمهورية. دي المرحلة الثانية اللي هو فترة شغل في رئاسة الجمهورية كمصور خاص لعبد الناصر حتى وفاته. وبعدين كان رئيس إدارة التصوير في قصر عابدين ورجع الأخبار، ساب الرئاسة خالص ورجع الأخبار. دي المرحلة الثالثة، رجوعه للتصوير الصحفي بعد خروجه من رئاسة الجمهورية. الصورة دي كان الماتش سنة 54 بين النادي الأهلي ونادي السكر الحديد، والتصوير زمان كان معاناة، طبعا معاناة عشان الإمكانيات اللي المصور بيستخدمها مش مفيهاش الرفاهية بتاعة دلوقتي، اللي احنا يعني بنصور مثلا 60 فريم في الثانية وحاجات كده. كان زمان بيصوروا بالكاميرات الميديا فورمات اللي هي 6x6، يعني الفيلم بياخد حوالي 12 صورة، وكله مانيوال طبعا، ما فيش لا فوكس ولا اي حاجه. هو بيعمل كده استيميشن، بيقف في مكان ويقول انا هصور في الرينج ده، ويظبط الفوكس ويسيبه ويشوف بس الاكشن ويبتدي يصوره. يصور الاكشن، مش ما فيش بقى عندوش رفاهيه انه يكمل او يصوره وخلاص، لغايه لما ياخد الكادر الثاني عشان يشوف الصوره الثانيه. فدي لحظة الأكشن، أو في الرياضة زي ما احنا بنقول إن صورة الرياضة الفضلة يعني هي التوب أكشن، هي الكورة وهي في طريقها للجول، وده صالح سليم اللاعب بتاع النادي الأهلي، كابتن النادي الأهلي. فدي صورة من الصور المميزة اللي اتنشرت له على مساحة كبيرة في الجولمان وقتها. صورة تانية برضه للرياضة، برضه صالح سليم، ده كان منتخب مصر بيلعب مع منتخب المغرب، منتخب المغرب وقتها كان بطل العالم، كان فيه بوشكاش وهنيكوتي والكلام ده، النجوم الكبار. فدي برضه صورة من الصور، حتى الصور زمان كان كلاسيكية شوية، يعني ما فيهاش طبعا الإيه اللي ممكن يطلق عليه دلوقتي، نعمل فريزنج للموشن او نعمل حتى موشن، يعني الحاجات دي كانت زمان مش متاحه، يعني كانت رفاهيه. دي الكاميرات اللي كانوا بيصوروا بيها، الكاميرا اللي هي 6x6 اللي بقول لكم عليها، اللي هو يعني ايه، مجرد ان هو بيظبط الفوكس ويقف في مكان ويصور بيها، وبيشوف الكاميرا دي في الفيو فايندر بتاعها، يا اما يبص فوق كده، يا اما يرفع زي ما هو مرفوع كده، يرفع ده ويبص من ورا بس عشان مجرد يحدد الفريم بتاعه او يتخيل الفريم بتاعه هيبقى عامل ازاي. هو ده حسن بيها وهو ماسك الكاميرا. انا حبيت احط الصوره دي عشان ايه، يبقى باين ايه ده في الاخبار. في الدارك فوق كانوا بيخشوا بعد مساله التصوير علشان يعمل عمليه يعني اللي بيسموها تحويل الفيلم والاظهار الصوري. يعني ده مكبر، وكان زمان ما فيش طبعا الكمبيوتر والبرامج الاديت يعني، فكان كل حاجه بتحصل في الحته دي في لحظه المكبر دي. هو دلوقتي بيظلل بايده علشان يمنع التعريض في جزء من الصوره، يقلل التعريض فيها ويزود يركز في حته ثانيه. دي شارع من شوارع القدس العتيقه سنه 1955، وصورها حسن دياب. شايف الظروف، يعني لو حد منكم بيظهرني في المكتب انا حاطط صورتين للقدس، صورة 55 اللي هي دي تصوير حسن دياب، الصورة اللي هي أنا رحت القدس من 2012 فصورت هناك صورة، فحط الصورة اللي هي وصورة لوالدي. زمان كان رأس البر هو المصرف بتاع الناس الإليت، يعني
هم اللي بيروحوا راس البر. فدي صورة ثابتة في راس البر في المصيف. الأردن البتراء في الآثار بتاعت الأردن صورة وبرضه في الخمسينات. صورة احنا بنتكلم عن لما نيجي بنتكلم دايما في التصوير خصوصا التصوير الصحفي. التصوير الصحفي هو رسالة، يعني صورة لازم يبقى وراها رسالة. الصورة الرسالة لازم يبقى ليها معنى ومضمون مش شكل فقط يعني. فساعات ما يبقاش في مين فيجر، ما يبقاش في يعني شخصية بطل في الصورة، لكن بيبقى في ساين. الساين ده احنا بنقوله يعني زي ده هنا مثلا في اندكسيون ساين. الاندكسيون ساين ده بيقول انه في علامات في الارض، ده دليل انه في انسان او يعني في كائن حي معدي يعني. الفترة الثانية هي فترة وجوده في الرئاسة، ليها حكاية هبتديها دي دخل في النص معلش لسه احنا في الفترة الأولانية. دول البشرية، البشرية دول القبائل المصرية على الحدود بين مصر والسودان وما زالوا طبعا إلى الآن، وهم في جزء منهم في السودان في جزء منهم في مصر، فهم ليهم طقوس في الاحتفالات زي التحطيم كده في جنوب الوادي يعني، هو ده اللي على دقات الطبول بيعملوا المبارزه للسيوف. الاثار المصريه ما قبل بناء السد عند حدوث فيضان كانت بتغرق كلها الموضوع. فدي اثار في اسوان، المعابد كلها غرقانه بالمايه وقت الفيضان. بورسليل لحد من أسوان، دي البداية بتاعت حسن دياب في رئاسة الجمهورية سنة 52 بعد قيام الثورة. الأستاذ مصطفى أمين طلب حسن دياب إنه يروح يغطي معاه يعني الاجتماعات مجلس قيادة الثورة والضباط الحرارة، وكان ما يطلق على الضباط اللي قاموا بالثورة يعني. وقال وهو داخل قال له في هتلاقي بكباشي هشاور لك عليه لازم تركز عليه. ما كانش استعرض دور عبد الناصر في الثوره لانه كان محمد نجيب هو قائد الثوره في الوقت ده. فحسن دياب ابتدى يحط كمال عبد الناصر تحت المنظار في اي حركه منه يمين شمال خروج دخول مش عارف ايه مركز معاه ويصور. فدي كانت اول صوره صورها حسن دياب لعبد الناصر وهو نازل من العربية. وبعد كده اتبروز المسألة دي اللي متعرف دوره في الثورة، اللي هو كان مفجر ثورة 52. ومن هنا ابتدت العلاقة ما بين عبد الناصر وحسن دياب. لما اتعرف دوره هو طلبه ان هو يكون معاه في الرئاسة. طلبه على مرحلتين، المرحلة الأولى في يوم كان في اجتماعات وما راحش حسن دياب الاجتماع. فتاني يوم راح، فعبد الناصر راح له وسأله قال له انت ما جيتش امبارح ليه؟ قال له انا بشتغل في بورلان فزي ما بيجي لي التكليف بنزل يعني، فامبارح ما كانش الدور ده بتاعي يعني، كان في زميل ليا هو اللي جه يغطي الاجتماعات. فقال له طيب. فطلب من مصطفى امين قال له لا بعد كده كل الاجتماعات بتاعتنا خلوا فيها حسن دياب هو اللي يجي يعني ما تبعتش حد تاني. من هنا ابتدت العلاقه. لكن لما ابتدى بقى اعلن مع عبد الناصر رئيس الجمهوريه فطلب انه ياخد حسن دياب معاه في رئاسه الجمهوريه. دي المرحله الثانيه اللي ابتدى فيها حسن دياب ساب التصوير الصحفي بفروعه المتنوعه وراح علشان يصور شخص واحد. من هنا انا بشوف ان المرحله دي رغم انها رسميه جدا وصعبه جدا، وعلى اي مصور صحفي
عنده انطلاق في الافكار وتنوع وتعدد في الرؤى والفنون، التصوير الصحفي المتعدد ينحصر في شخص واحد. هنا كانت الصعوبة علشان احنا بنصور بالدهشة، بنصور دايما بالاكتشاف، احنا بنكتشف فبندرس فبنصور، لكن شيء انساني بشري طبيعي جدا لما بنتوحد مع الشخص ممكن نطلع من الابداع للنمطية. والتصوير عموما او التصوير الصحفي خصوصا هو بيمر ثلاث حاجات مهمين جدا، اللي هو انه المصور الصحفي بيسجل وبيخبر الاخر وبعدين بيبدع. لما نقول الريبورتنج والريكوردنج والكرياتيفيتي، فهنلاقي ان الريبورتنج والريكوردنج حتى كده لما نلاقي الار اي اللي في الاول هي احداث قد يعاد يعني صنعها او قد يعاد مشاهدتها باعين مختلفه للناس اللي بيسجلوا او بينقلوا الاخبار للاخرين، وهم بيبقى اكثر من مصور موجود. لكن الكرياتيفيتي دي حاجه انيه جدا، يعني حاجه ما بتطلعش من البشر. فلما يبقى هو متوحد مع الشخص ويعمل، انا شايف انه يعني كسر تابوهات في الصور، خصوصا مع شخص ما بيصورش، يعني هو ما كانش معروف عن عبد الناصر بيعمل بوزنج او يقف عشان يصور او ياخد يعني عشان يضحك عشان تطلع اللقطه حلوه زي ما بيقولوا. يعني هو كان عفوي جدا، وفي مره من المرات دار بينه وبين والدي حديث كده، لانه كان عبد الناصر بيلبس بدل يعني تحس ان البنطلون مكسر وطويل وواسع وحاجات كده يعني، فبيتكلموا على اعتبار الشكل يعني، قال له هو انا كده ما بمثلش يعني. فمن هنا ابتدى انه ان انا عايز اطلع رساله في الصوره، البطل يبان حتى لو روحه تبان، هنشوف ده في الصور الثانيه. ويمكن الفتره دي انا هسيب الاستاذ عبد الوهاب الشهيتي يتكلم، لانه هو كان قريب من بابا الله يرحمه في الرئاسه، لانه الاستاذ عبد الوهاب ابتدى شغل في رئاسه الجمهوريه معاه. مساء الخير على حضراتكم جميعا. يعني الحقيقه انا بدايتي مع الاستاذ حسن دياب، انا طبعا يعني بيؤسفني ان الموضوع ده حصل متاخر، انا عندي 70 سنه دلوقتي والذاكره بقت ضعيفه يعني. لكن الفتره اللي انا قضيتها مع الاستاذ حسن دياب الحقيقه كانت فتره ثريه في حاجات كتيره جدا يعني. الاستاذ حسن دياب هو كان بيكتشف في البني ادم اللي عنده اللي هو مش مكتشفه في نفسه. يعني انا لما رحت الرئاسه انا كنت رايح عشان اشتغل محاسب في رئاسه الجمهوريه، وبعدين احنا بنملى استمارات فيها الخبرات وحاجات زي كده، انا كنت رسام ونحات وكنت غاوي التصوير، فما طلبني قال لي انت بتعرف تصور؟ قلت له بصور كويس طبعا زي اي حد بيبقى يعني واخد فكره انطباع عن نفسه يعني ان هو حاجه كبيره يعني. فما وريت له الاعمال بتاعتي ما حبش يحرجني ولا يقول لي انك انت شغلك ضعيف او كده يعني. فقال لي انا محتاج حد، انا مش محتاج مزورين دلوقتي، انا محتاج حد بيعرف يرسم وبيركب الوان. قلت له انا كويس انا شاطر في المساله ديت واعرف اركب اي لون. فكان في تكنولوجيا كانت متخلفه جدا بتاع التصوير الملون، وكانت بتطلع فيه مشاكل في الصور الملونه، فخلني اعمل حاجه اسمها رتوش، ما اعرفش انتوا تفتكروها ولا لا، اللي انتوا دلوقتي بتعملوها بالفوتوشوب والكمبيوتر والحاجات دي يعني. ومن هنا بدأ هو ينقلني من مكان لمكان لمكان لحد ما نزلت في التصوير. في الفترة دي طبعا اتعرفت على ناس كتير من الأساتذة، كان مثلا حد منهم كان زي الأستاذ فاروق إبراهيم، كان يقول لي أنت يعني أنت اتفتحت لك طاقة القدر إنك أنت اشتغلت مع حد بقيمة حسن دياب. وبدأ هو يتبناني في المسألة دي، واحنا نعتبر أنا والأستاذ حسام يمكن بدأنا فترة واحدة مع بعض، مع فارق إن أنا كنت في الشغل على طول، والأستاذ حسام ما كانش في الرئاسة، كان في البيت على طول يعني، أو في الشغل في الأهرام، كان وقتها في الأهرام، الأستاذ حسام كان في الأهرام. أنا اشتغلت في الأهرام وأنا طالب في الجامعة سنة 17. تمام، كنت أنا في الرئاسة وقتها، وكان الأستاذ حسام كان في الأهرام.
احنا نعتبر اخر تلاميذ حسن دياب، لكن تلاميذه كانوا كتير، منهم كان استاذ فاروق ابراهيم وانطون البير وناس كتيره جدا، اسامي كانت اسامي عظيمه يعني. لدرجه الاستاذ فاروق لما يحب يعمل المعمل بتاعه في الهرم كان عامل معمل متقدم جدا، كان في بدايه برضه شغل الالوان في مصر. استاذ فاروق كان عايز يعمل اكاديميه يكون فيها الاستاذ حسن دياب هو المشرف عليها، يعلم الناس ويدرب الناس ويتبنى الناس. الحقيقه الصور اللي عرضها الاستاذ حسام يمكن ده كان المتاح قدامه اعتقد، لكن انا بيوصف لي ان في صور عظيمه جدا 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 موجوده في ارشيف اخبار اليوم لحسن دياب، موجوده في ارشيف رئاسه الجمهوريه، وانا بتمنى من كل من الحاجات دي تطلع، لان يعني اذا ما كانتش هتطلع النهارده بعد وفاه حسن دياب ب 20 سنه هتطلع امتى؟ وده تاريخ مصر يعني. حسن دياب ما كانش بيشتغل بس لمجرد انه شغال مع الزعيم المراحل جمال عبد الناصر، لا هو كان في صداقات بينه وبين اعضاء مجلس قياده الثوره، كان صديق حبيب جدا للرئيس السادات الله يرحمه، ما كانوش بيسيبوا بعض يعني، كان طول فتره فراغاتهم كانوا على طول مع بعض، ويمكن كانوا بيقعدوا على القهاوي مع بعض، كان قبل ما حسن قبل ما انور السادات يتعرف كانوا يعني دايما بيقعدوا في قهاوي في سيدنا الحسين، وكانت علاقتهم ببعض وطيده جدا، لدرجه ان هو بعد ما استاذ حسن ما بعد ما توفى عبد الناصر استاذ حسن دياب خد قرار ان هو خلاص مش هيصور حد تاني، فكان السادات بيكلفه يعني او طلب منه يعني قال له يعني انت ما فيش صوره تتنشر غير لما انت تمضي على ظهرها. وفعلا كان كل الصور اللي بيصوروها المصورين للرئيس السادات الله يرحمه كان لازم حسن دياب يمضي على ظهرها عشان تعتمد يعني. بعد كده هو كانت المساله كانت بتاخد وقت كبير لان طبعا التكنولوجيا كانت متخلفه جدا، تكنولوجيا التصوير كانت متخلفه جدا او كانت بدائيه يعني بمعنى اصح، فكان كان وقت كتير بيضيع على ما الصور تتصور وعلى ما تيجي من الجيزه تروح عابدين، كانت اداره التصوير في عابدين ويمضي عليها حسن دياب وترجع تاني. فهو طلب ان المهمه دي ده بناء طلب الاستاذ حسن دياب يعني طلب من الرئيس ان هو يدي الفرصه ديت للاستاذ عبد الستار يوسف ومحمد رشوان اللي هو اصلا حسن دياب اختارهم يكونوا متابعين مع الرئيس السادات الله يرحمه. ف يعني اعمال حسن دياب يمكن كمان هو يعني انا شخصيا استفدت منه في ثقافه العين او محروميه العين، انك انت تبقى كتر ما بتشوف شغله بتقدر تترجم ده في اعمالك بعد كده. يعني انا لما بشوف شغل حد مثلا بعظمه حسن دياب او حد بقيمته يعني ده بينعكس عليا برضه لما باجي انزل اعمل شغل، فبتاثر طبعا زي اي حد بيتاثر زي اي فنان بيتاثر بفن ناس قبل منه يعني. اذكر ان انا شفت مثلا صوره كانت صوره بتاعت الفمار بتاع بورسعيد، كان استاذ حسن دياب صورها، الحقيقه كانت صوره عظيمه جدا وكانت بهرتني ايام العدوان الثلاثي على مصر في 56، الاستاذ حسن دياب طلع الفنار وكان المفروض ان الفنار ده من الحاجات المحرمه دوليا انها تتضرب. الاستاذ حسن دياب صور الفنار وهو الازاز كله مشروخ مطرح الشظي والحاجات اللي جت في الفنار يعني. الصورة كانت بتبهرني جدا لأنه كان جايب حاجات من قناة السويس، يعني هو يعني كان قافل العدسة كويس وما استخدمش بقى لا فلاش ولا كلام من ده، فجايب الصورة جايبة إزاز وجايبة كمان الحاجات اللي تحت. الصورة ديت أنا مثلا لما جينا في حادثة محاولة اغتيال الوزير نبع إسماعيل وطلعت أنا قدرت أتسرب لحد ما وصلت عنده في الشقة بتاعته، فلقيت الإزاز عنده عند اللواء نبو اسماعيل في نفس الشظي اللي دخل في الازاز. على طول انا جت في ذهني في ذاكرتي على طول الصوره اللي عملها الاستاذ حسن دياب، هي الاستاذ حسام عرضها نفس الشظي ده، كان نفس الفكره يعني. فاخدت على طول الفكره او نتيجه بقى ان خبرتك او خبره عينك في انك تشوف شغل بتاع الناس ديت. فانا عملت الصوره ديت وجبت بقى الموقع الرصاص وجبت الموقع بتاع الحدث من الازاز، يعني جبت برضه الشارع من الازاز وكده. فالصوره عملت ضجه رهيبه جدا رغم ان لو حد شاف صوره حسن دياب هيعرف ان انا بقلده يعني او ان انا واخدها منه يعني. فالحقيقه كان يعني احنا كنا بنكتسب منه خبرات فوق الخيال يعني، وطلع من تحت ايده تلاميذ كتيره، والناس دي كانت بتشتغل في ظروف
ظروف صعبه جدا جدا جدا. يعني هم يعني احنا يوم ما جالنا يعني كان انا يعني حضرت اخرها يوم ما جالنا الاكسبوجر ميتر انك انت تقيس دي. احنا كانت الكاميرات احنا كنا بنقيس بالرؤيه زي ما الاستاذ حسام قال، احنا كنا نعد بيني وبين المكان اللي انا هصوره كام متر، فاقعد اقول بالذاكره كده او بعقلي اقيسها بالذاكره واظبط على الكاميرا كام متر بيني وبين المكان اللي انا عايز عليه الفوكس. فكانت التكنولوجيا كانت صعبه. الافلام يمكن هم الاستاذ حسام اتكلم على الافلام اللي هي 6 في 6 اللي هي كانت بتدينا 12 صوره، لا هم بدأوا كمان بالافلام اللي هي كانت الكات فيلم على الازاز، وعانوا الحقيقه معاناه شديده جدا. غير بقى حمل الاثقال في الكاميرات في الوقت ده، يعني كانت الكاميرات وزنها تقيل والفلاشات كانت وزنها تقيل، وكانت الدنيا كانت عصيبه جدا. يعني الحقيقه هم لو اتكلمنا على الظروف، لا كانت الظروف كانت صعبه، التكنولوجيا كانت تعبانه وكده، لدرجه مثلا احنا لما كانوا يجوا يصوروا الابيض والاسود كانوا محتاجوا فلتر يركبه عشان يظهر السحاب يداري حاجه معينه او كده. كان في فلترات بتشتغل حتى في الابيض والاسود، كانوا بيحطوا فلترات عشان تظهر مثلا حاجات، او لو هيصور ثلج مثلا او هيصور حاجه فيها ظلال خفيفة، فالأفلام كانت تطلعها كلها بيضة، فكان لازم يستخدم فلترات عشان تبين التون في الحاجات في التصوير. يعني على المستوى الإنساني بقى هو كان طبعا يعني الحقيقة مش قادر أتكلم يعني لأنه كانت إنسانيته فوق ما يتخيل أي إنسان معانا، كان بيتعامل معانا كلنا كأبناء، وكان شديد الالتزام جدا. معرفش ده هل كان من الأول أو ده من خلال عشرته لأعضاء مجلس قيادة الثورة وصداقته بيهم. يعني فهو كان شديد الالتزام، يعني كنا نروح نحضر الصبح مثلا، كان معانا الصبح في رئاسة الجمهورية، كان هو نروح القهوة موجود في مكتبه، ورغم إن الرئاسة كانت مجهزة له عربية بسواق، هو كان الصبحية كان يحب ينزل يركب المترو ويصلي الفجر وينزل على يركب أول مترو وينزل عند يعني اقرب نقطه ويجي لحد اداره التصوير في عابدين، نروح للابي يقرا في المصحف بتاعه لحد احنا اللي كنا بنيجي وهو موجود في المكان. يعني لو اتاخر بيخلي السواق يوصله بالعربيه ويرجع يركبها، لو ما اتاخرش وخرج بدري بياخد برضه المترو ويرجع بنفس الطريق. فكان شديد الالتزام وشديد الانسانيه مع كل اعضاء الفريق اللي كنا بنشتغل معاه. الحقيقه كان ينال احترام الجيل ده كله، الحقيقه كان جيل عظيم مش يعني. وانا مستعد بقى اي اسئله انتوا حضراتكم توجهوها لي، يعني بالنسبه للاستاذ حسام دياب بتاع الموضوع. يعني هضيف بس على الاستاذ عبد الوهاب على الصوره بتاعت الفنار بتاعت ال 56 لما اسرائيل ضربت قناه السويس، انه الصوره دي كانت اسرائيل يعني احنا طلبنا من الامم المتحده ادانه العنوان لانه ده ممر مائي عالمي، يعني بيهدف لكل الانسانيه بيخدم كل الانسانيه. واسرائيل يعني كذبت ان هي عملت كده، بس الصور دي احنا استخدمناها في الامم المتحده وتم اداره العنوان بيها. الكابشن بتاع الصور دي لما نزل، او الكات لاين بتاع الصور دي لما نزل، تم استخدامها في وكالة الانباء. بابا هو طالع الفنار عدى السلالم اللي هو طالعها كم سلمه، فانكتب حتى كل المعلومات اتكتبت بالوقت بالتاريخ. هرجع سريعا بس لبعض من الصور عشان ليها حكايات. عبد الناصر طبعا كان بيحب يصور السينما، هو كان من هواياته صيد السمك وتصوير السينما، وعشان كده في فتره من الفترات في سنه 60 طلب من بابا الله يرحمه انه يدرس السينما، وفعلا سافر بابا المانيا علشان يدرس السينما، واشترك من السينما فعلا المعالجه بعد الدراسه، وابتدى يصور السينما، بس الفوتوغرافيا تغلبت في النهايه يعني على السينما. ده عبد الناصر وحرمه يعني هو بيصور. ده صوره من صور بنى السد العالي. السد العالي وهو بيتبني بداية البنى بتاعه سنة 60، فدي بعض من الصور اللي صورها حسن دياب وقت بنى السد العالي.
دي صورة من مصانع الحرير والصلب اللي اتعملت في حلوان وعبد مصر وقت افتتاحها. هنلاقي ايده دي الرؤية اللي المصور بيبقى فيها، لأنه المصور المتوحد مع شخصية هيقرب منه علشان يصور وهو بيعمل رياكشنات وبيتكلم ويدي تعليمات وتوجيهات وحسب توجيهات الرئيس وحاجات كده. انما المصور اللي عنده خلفيه صحفيه وعايز يعمل كادر، عايز يعمل فريمنج للكادر بتاعه، عايز يعمل موضوع في الصوره، مش مجرد شخص واقف بيتكلم في وسط حاجه مش معروفه ايه هي، فيبعد شويه عشان يشوف منظور اوسع، فيطلع حد من العمال اللي في المصنع وبعدين يعمل فريم وبعدين يصور الموضوع. يعني يبقى في ايه حاله من هنا. انا بقول ان هو حسن دياب عمل مش بس كان صور وفيها رسالة علشان تطلع بتوجه في فترة زمنية سياسية، الصور كلها ليها رسائل داخلية وخارجية، لا هي برضو عمل ما يعني ما وقتش هو نفسه طاقة الإبداع علشان يطلع صور كويسة. هنا عبد الناصر في دمياط في خيمة من الخيام اللي كانوا بيقعدوا فيها هناك، هنا في ميناء في المملكة العربية السعودية هو بيحج ماشي في وسط الناس، هو السقا ماشي قدامه ماسك المية. دي صورة أسرية من بداية الصور، عبد الناصر مع أولاده هدى وهنا وعبد الحكيم وعبد الحميد. عشان الوقت نمشي بسرعة كده ده مجمع التحرير اللي كان فيه كل مصالح مصر الحكومية، دلوقتي فرغوه شالوه يعني وشالوا الناس اللي جواه. ده يوم افتتاح المجمع، كان دخل حسن دياب يوم الافتتاح، كان عبد الناصر راح يفتتح، فلقى كل الموظفين او الناس اللي في المجمع بأدواره بيبصوا من الحتة اللي فيها السلالم دي، فأخذ الصورة كده ايه من تحت لفوق. هنا العيد بتشتغل يعني الصورة دي معرفش اخذت مني ريزوليوشن يمكن. ده كاستو في الكاستو كان في مصر هنا، وعبد الناصر بيديله لا هو بيدي لعبد الناصر شنطة وبيقول له ده جلد تمساح، معلش هو يعني أنا عارف إنها مش هتبقى ليها قيمة عندكم علشان النيل وفي تماسيح كتير، فقالوا إحنا عندنا بس فقط 4 تماسيح في جنينة الحيوانات علشان يعني يكبر بخاطر الراجل يعني ياخد المشهد. صورة من الصور اللي كانت في سوريا وقت الوحدة مع سوريا، يعني لو أي حد مش هقول أوي حد هو يعني المسألة في المنظور نفسه يعني. الاهتمام مش بس بوش الشخص بالمضمون الحالة بتاعت البشر مجموع البشر. عبد الناصر كان معروف من زواياه، يعني حتى احنا لما بيجي نقول لحد نصور فيبين وش البني ادم، لانه العين دايما بتروح نقطة الجذب البصري في الصورة هي الوش، وبعدين الوش كمان العين. فلكن عبد الناصر بهيئته بجسمه الضخم ده برفعة ايده المشهور بيها، فعمل التكوين في بين الفور جراوند والباك جراوند عشان امتداد البصري مع البشر يعني. ده حسن دياب في الهند قدام تاج محل، الكاميرات اللي كان بيمشي بيها لانه كل كاميرا عليها عدسه فوق الناس مختلف عشان ما فيش رفاهيه انه يغير عدسات، ما فيش رفاهيه انه عنده يعني ميموري كارد فيه كام جيجا بايت عشان يصور زي ما هو عايز. هو فيلم فيه كادرات محدده فمش هيعطل، هنا في فيلم هنا في فيلم هنا في فيلم، فيصور حسب المسافه والوقت والزمن بتاعه يقدر يغير ما بين الكاميرات اللي هو بيصور فيها. ودي صوره لعبد الناصر في الهند وهو مع الناس كده.
يتوضا وقت الحج. ده في الأصل وهو كان رايح المنصورة، كان بيطلع يحيي الجماهير كده اللي هي بتقف تستنى يعني. الملك حسين ده كانوا الثلاثة القريبين لبعض، يعني عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأنور السادات. كان في هما كانوا بيحبوا يروحوا في استراحة كده بسيطة في برج العرب، كانوا بيحبوا يروحوا يقعدوا فيها كأصدقاء مع بعض. فبسطة يعني مفرشين بطاطين حاطينها، وحتى البطاطين اللي منشورة وراهم الثلاثة. فهو الربط ما بين البساطة وما بين الثلاثة وثلاثة، يعني علشان يبقى إيه نظرية فردية في الإبصار. وبعدين مش هو شيء عشان يتدفوا. ده في سن الحسين في صلاة الجمعة. صورة من الصور الشهيرة لبابا الله يرحمه، هو كان حتى مسميها لهفة طار. يعني بابا عمل كتاب بعد موت عبد الناصر، كان أستاذ هيكل الله يرحمه بيطلب منه عشان يعمل كتاب عن عبد الناصر، وعمل كتاب مصور اسمه عبد الناصر السجل بالصور. فهو الصورة دي بنسميها لهفة طار. هنا بقى ايه يعني بنتقل لنقطه ثانيه، هي اللحظه لانه دايما المصور الصاحب عنده التوقع لازم يبتدي النجاح دايما في التوقع. المصور الصحفي مش ان هو يكون رد فعل، هو لازم يتوقع الفعل عشان يسبقه علشان يقدر ياخد الصوره. وقت فتره حسن دياب في رئاسه الجمهوريه ما كانش بمعنى ان هو المصور الخاص لجمال عبد الناصر انه مفيش حد تاني بيصور، لا كان مسموح بتصوير عبد الناصر، لانه زي ما انتم شايفين هو كان بيمشي في مواكب مفتوحه يعني. فكان مسموح له بكل المصورين الصحفيين المعتمدين في رئاسه الجمهوريه بيطلعوا لهم جرنيهات وبيركبوا نفس العربيه اللي ركبها حسن دياب بيصوروا في كل الاحتفالات واللقاءات والمناسبات وكده يعني. ما كانش المساله حكر يعني، ما كانش هو الوحيد اللي بيصور عبد الناصر، مش زي دلوقتي لا، في ما حدش بيصور الرئيس غير مصورين الرئاسة. زمان لا، كانوا انا بتاع بدايه شغلي في الاهرام طلع لي كارنيه رئاسه، كان وقتها الرئيس السادات الله يرحمه طلع لي كارنيه رئاسه، فكان مسموح ان انا اروح اصور مصورات الرئاسه. هنا بقى بيحصل ايه؟ بيحصل انه يبقى في واحد في وسط ناس ويطلع بصوره، يبقى هنا في لحظه تميز انساني شخصي معتمد على الشخص نفسه، مش على انه الحدث هو اللي بيفرض نفسه. الحدث موجود لكل الناس، بس لحظة الصورة نفسها هو اللي المصور بيقرر انه ياخدها يعني. اللهفة بتاعت عبد الناصر والضيف بتاعه وهم في البنت الصغيرة اللي بتعدي قدام العربية خايفين لحظة تدخل فيها. مع قيادات الجيش جنبه على شماله الفريق فوزي وجنبه على يمينه الشهيد عبد المنعم رياض في لقاء من لقاءات الجيش. بعد 67 حصلت ال حرب الاستنزاف، وكان ابتدى بقى يحصل في ضهره الصحي شويه عند عبد الناصر. وقتها كان بيحصل اشاعات ان عبد الناصر اتشال، عبد الناصر مش عارف ايه، عزه مش كذا بتاع. فايه الصوره هنا بيبقى ليها رساله يعني، هو في الجبهه وطالع على مدرعه او دبابه يعني. فالصوره هنا بتقول رساله، لما خلاص مش حاجه مش هطلع بيان انفي هي الصوره يعني ايه. الفيجوال برسويشن هو الاهم يعني، نقنعه مصريا لكل الناس. دي صور من الصور الأخيرة بتاعت عبد الناصر لما تعب وكان بيروح روسيا يتعالج. فكان بيروح في مصحة هناك اسمها في السخنطور، في مكان اسمه السخنطور، فلابس
عشان استعلم بالنسبة لك الفروة على رأسك. ده بقى حسن نياب وهو ماسك الكاميرا بيصور في فترة حياته لما كان عايش في ألمانيا وقت ما كان بيدرس. هنا برضو الكاميرات على سنه مستني. بعد الريست المؤرية رجع الأخبار، فكان رجع قسم التصوير في الأخبار. كان يعني هو رجع الأول قسم التصوير كان فيه أحمد يوسف وبعد هو مسك بعدين، وابتدى ينزل يصور تاني، ابتدى ينزل يصور صحافة بقى مفهومها الأعم والأشمل. بس كان فات من عمره عمر، فبقت قدرته البدنية مش زي ما كان شاب لما كان بينطف ويجري ويصور كورة ويصور حوادث ويصور حاجات. فرجع بقى عنده هدفين، سافر وعمل شغل ميداني تحقيقات يعني تحقيقات صحفية، إنما كان أكثر شغله كان بيصور الفيجرز أو المشاهير الأعلام بتاعة الثقافة والفن، الثقافة وحتى الشخصيات الكبيرة زي الشيخ الأزهر والحاجات دي كان بيعملهم وعايشات والفنانين وكده. أنيس منصور وعمل موضوع لفضيلة الشيخ محمد مطول الشعراوي الحقيقة قعد معاه فترة طويلة، وكان عامل شغل الحقيقة كان خلى مجلة آخر ساعة، كان وقتها 12 مجلة آخر ساعة، المجلة ما رجعش منها ولا نسخة. والشديد للأسف يعني إن الأفلام بتاعته اختفت. ما أعرفش أستاذ حسام يعرف ده ولا لا. كانت مشكلة كبيرة جدا إن أفلام زي دي تختفي لحد النهاردة، إحنا مش عارفين الأفلام دي اختفت إزاي. صورة حياة مهية يعني للسيدة تمشي دلوقتي مع أزمة المسلمين. الدكتور أسامة محمود فضيلة الإمام الشيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود الفنان بيجار دول قبائل العباد ده ابتدى يتحرك تاني ويروح إن هي تحقيقات صحفية يعني. الفنانة هي دي أفلاطون تبين كان عنده في رقي شوية يعني في دبث وفي فورمولا وفي باك جراوند في تفاصيل يعني الواحد يسرح فيها يعني الأدوات اللي فرش مع الفنانة وهي متأملة يعني فيها عنده. أنا استغليت والله الحمد. أنا كنت بعمل معرض، أول معرض ليا سنة 1984، وطلبوا مني، كنت بعمله في المركز الثقافي الإيطالي، طلبوا مني صورة تعبر عني وعن يعني اللوحات بتاعتي. فقلت له بقى يعني لازم ينبني بالحب جدا، فجمع تكوينة الصور دي، الصور اللي أنا عملت بيها المعرض وصورني في نص فيها. ومسك الكاميرا بتاعته مش بتاعتي، الكاميرا دي عندي لغاية دلوقتي، دي كاميرا بتطلع يعني دي هاند ميد، الكاميرا دي كاميرا ألبا سويسري، فبتطلع مش طلب يعني، فعندي الكاميرا دي لغاية دلوقتي. أنا كده خلصت العرض السريع حسن دياب، وأشكره لو أي حد عايز أي حاجة في التعثر. كنت عايز أقول برضه إن الأستاذ حسن دياب كان من ضمن حاجاته اللي كان بيهتم بيها جدا اهتمامه بالعلم وقيمة العلم. كان دايما بيدي فرص لكل الزملاء اللي عايز يدرس في اي مجال، كان بيساعده تماما في الدراسه، وكان بيحاول يدعمه سواء بصرف التكاليف الحاجات اللي هو هيدرسها او كده. والحقيقه احنا كنا في الفتره اللي كان متواجد فيها استاذنا الله يرحمه، احنا كان التصوير لسه ما كانش فيه بقى لا قواعد ولا اسس ولا الحاجات اللي هي طلعت اللي انتوا دلوقتي شغالين عليها. احنا كان كله بيعتمد على حسك وعينك وخبرتك من الاساتذه والتدريب بقى التدريب العملي، لكن ما كانش حد فينا يعرف اي قاعده من القواعد بتاعه التصوير اللي انتم ماشيين عليها حاليا يعني.
فهو كان دايما يعني يؤمن بقيمه العلم وكان بيحفز الناس على موضوع العلم يعني. وساعد ناس كثيره الحقيقه ان هم يدرسوا دراسات عليا ويسافروا بره ويتعلموا حاجات كده يعني. أي حد عنده أسئلة؟ أولاً أنا برحب الأستاذ عبد الوهاب السيبيسي والأستاذ حسام دياب لأن إحنا معرفة، معرفش الأستاذ عبد الوهاب يفتكرني ولا لأ. أنا في الأهرام ميكلي اسمي نورة، مكتب الأستاذ حسني جدير رئيس التحرير. فرحب جدا ومبسوطة جدا ان انا عايزة اسأل سؤال استاذ حسام دياب، هل في صور للسيد الوالد ما اتنشرتش خالص قبل كده في اي مكان ما يعني سواء صحفيا او الكترونيا، هل في صور وعددها قد ايه تفتكر؟ يعني فكرة في صور اتنشرت او ما اتنشرتش دي صعب الاجابة عليها. ممكن يكون طبعا في صور لظروف ما وقتها ما اتنشرتش يعني. لا فيما بعد كمان حتى بعد الوفاه حتى ما هو اصله يعني في مأساة قديما هي ايه؟ هي ان المصور اللي بيشتغل في جهه زمان مش دلوقتي، المصور اللي بيشتغل في جهه كان بيعمل ايه؟ بيصور بالافلام بتاعت الجهه اللي هو فيها والافلام ملك الجهه، فهو مش معانا يعني، هو مش معاه افلام. فالموضوع النشر ده زي ما طبعا حضرتك عارفه زمان كان ما فيش سوشيال ميديا، ما كانش فيه يعني الرفاهيه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، فكان بيتنشر في الميديا فقط المطبوعه يعني. المطبوعات كانت قليلة في مصر يعني، ما كانش في غير أهرام وأخبار، ولما قامت الثورة عملوا جمهورية الدار الهلال قبلهم يعني، كان إيه شوية مطبوعات قليلة. ما فيش مصور صحفي قديم يمتلك أرشيف يعني. لما حضرتك تقولي لي فيه أكيد فيه، بس أنا ما أعرفش لأنه بابا اشتغل في الأخبار، اشتغل في رئاسة الجمهورية ورجع الأخبار يعني. كل الحاجات دي هتلاقيها في المؤسسات. المؤسسات المفترض هم اللي يهتموا بالتاريخ، مش عشان حسن نيابة. عموما في عملاق اسمه محمد يوسف. محمد يوسف اتحدى لو حد مش من الجيل ده، من الجيل اللي كمان الاكبر يعني اللي بعديه يعرف محمد يوسف. محمد يوسف ده احنا بنعرف طبعا عشان حضرتك في الوسط، لكن محمد يوسف ده ام كلثوم بتاعة التصوير الصحفي. محمد يوسف واخد ثلاثة وسام جمهورية من الطبقة الأولى، محدش يعرف فين محمد يوسف، مين يعرف؟ مين شاف صوره؟ كان بيطلب من مجلة لوكو فاري ماتش والحاجات اللي بره دي عشان يعمل لهم الأساينمنت بتاعهم، محدش يعرف ده، لأنه احنا في مصر احنا عندنا للأسف بقى هتتطرق لشيء أكبر شوية، احنا عندنا فقر فني، الثقافة الفنية عندنا ضعيفة. كل الدول المنتجه عندهم متاحف للصور الفوتوغرافيه، احنا ما عندناش، احنا بنجتهد يعني. لو ما كانش في ايفنت زي ده بيتعمل الناس هتعرف منين يعني ايه حاجات على استحياء بتتعمل. فالتصوير عندنا لا، التصوير في مصورين كويسين جدا ما زالوا الى الان، الشباب ما شاء الله في منهم هايل، لكن الدوله مش مساعده، دولة بتمنع، والدولة كمان الصور عندها عيب. ففي صور أكيد في صور. أنا عايز أقول كمان إن في مشكلة إن يعني إحنا أنا 70 سنة وأستاذ حسام ما أعرفش أصغر مني بشوية يعني، إن إحنا بعد رحلنا يعني، وده أمر طبعاً ربنا سبحانه وتعالى هو يعلم بقى وقت رحلنا ده هيبقى إمتى. بعد رحلنا الأرشيف ده حتى لو تعرض على الشباب هيقدروا يترجموا ده مين او ده ايه او كده. المفروض ان احنا يعني واحنا عافرنا كتير
حتى مش شرط ان كل واحد عن مؤسسته، لا احنا عصرنا تاريخ وعصرنا اساتذه كبار وشفنا حاجات كتيره جدا. المفروض الارشيف ده يطلع ويتحول بقى يعني يتحول لداتا ويبقى موجود، لان ده التاريخ تاريخ امه يعني. يعني انا ما اعرفش كميه الاعمال الموجوده في رئاسه الجمهوريه، سواء الاستاذ حسن دياب او الاستاذ فاروق ابراهيم او لجيلي انا اللي كانوا موجودين، زمايلي اللي كانوا موجودين او اللي قبل مني. كل ده يعني ايه فائده ان هو متستف وموجود في الادراك؟ خاصه الافلام بيبقى ليها توقيت معين وبتبدا تتغير الكيمياء اللي فيها بتتلف يعني. وده يسعى عليه على مستوى كل الصحف والمؤسسات يعني. دار الهلال مثلا فيها حاجات عظيمه جدا، دار الهلال بالتاريخ عندنا في الاهرام او في كل المؤسسات الصحفيه الحقيقه فيها تاريخ الوطن. ما اعرفش ازاي يعني في تخاذل كبير في المساله دي. اهمال في الحقيقه يعني. حتى مثلا ده في حاجات يعني انا اسف يعني انا مضطر اقول ده يعني وده يعني يبقى كله مراره يعني. يعني للاسف ان في حاجات اتسرقت. يعني وده كنت كمان عايزه اسال حضرتك، لما حضرتك قلت ان في نيجاتيفز للاستاذ حسن اختفت من مكتبه من الاخبار. تمام. فيلم بتاع شعراوي اختفى في الاخبار، وهو كان لسه بيشتغل عليه يعني. هو يا دوبك عمل الشغل اللي هيتنشر في مجله اخر ساعه، وكان المفروض ان بعد كده هيعمل بقى يعني سلسله شغل او حاجه زي كده. اختفى الفيلم. الاستاذ حسن وقتها كان يعني كان في حاله نفسيه صعبه جدا، لانه كان مجهود جهد عمله وعاش قاعد مع فضيله الشيخ من الحسين لبلده في متغمر كده، وعمل شغل كان جميل. وكانت الناس بقى شعبيه الشيخ شعراوي طبعا معروفه ازاي، الناس كانت عايزه تقرا وتتفرج على شغل فضيله الشيخ يعني. فالحقيقه يعني شيء مرير ان الحاجات دي كلها هتتدفن يعني، هي متسدفه بس واخده اماكن وخلاص هتختفي يعني. اتمنى ان يبقى يعني يبقى حد يتبنى المساله دي ويطلع الافلام دي، لان باختفائنا باختفاء جيلنا حتى جيل الجديد ربنا يعني يبارك لهم يعني مش هيقدروا يعرفوا الشخصيات ولا المناسبات ولا الحاجات دي كلها. هتبقى الحاجات بالنسبه لهم حاجات محتاجه استكشاف بقى يعني. ربنا يديكم الصحه. شكرا. احنا كارو فوتو ويك عملنا حد من الملابسات هنا من الحاجات يعني اسمه باك تو رو. وباك تو رو مش بمعنى زي ما مروة قالت مش معناه العوده للفيلم بس، العوده للحقيقي ومش الكرواته ومش الصوره بالموبايل وخلاص. احكوا لنا يعني عايزه بس نبذه بسيطه اللي ممكن تدوها لنا على ازاي نرجع باك تو رو او باك للاصول او باك ان احنا ناخد الصورة المظبوطة. أنا عارفة قصة أستاذ حسام، حضرتك لسه ما سمعتش منك، فأحب قوي أسمع علاقتكم وإيه إحساسكم إن إحنا فكرة إن إحنا عايزين نرجع باك تو رول للأصل للصور. يعني لما نتفرج على صوركم أو دلوقتي الأرشيف أو يعني كل الصور بنلاقي إحساس مختلف تماما، فلو تدونا بس حتة من الإحساس ده نعرف إن إحنا يعني، لان فعلا الصور دلوقتي تك 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 بالكاروت. يعني المفروض ان احنا التقنيه تبقى احسن في الصور تبقى احسن، بس صوركم لسه فاتونا. ما بس انت سالتي وكونتي يعني، انت قلتي نقطتين، قلتي الاحساس وقلتي الكاروت. ما خلاص ما هو كده ده الاجابه. التصوير عموما هو مش مرتبط لا بزمن ولا بشخص، هو مرتبط بحاله، مرتبط يعني بانسانيه الانسان وتفكيره بعمقه ودراسته وثقافته وتفاعله مع اللي حواليه. هو ده التصوير، ازاي انا اطلع رساله في الصوره بتاعتي، مش استسهال، مش مجرد ان انا ادوس وهي هتطلع. لا ما هي يعني ما ينفعش. احنا لغايه دلوقتي اي واحد مننا على 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 اختلاف الاجيال، مش انا عشان كبير او استاذ عبد الوهاب او كذا وبتاع، حتى على الجيل الاصغر لما بييجوا يقارنوا الاكل الفاست فود باكل البيت يقول لك لا ده امي بقى عليها اكله ما حصلتش. والام دي ممكن تبقى صغيره مش كبيره، ها؟ ما هو هي الصنعه، هي الاحساس، البني ادم عايز يقول ايه فيقوله. على فكره ملوش علاقه لا بالسن اللي بيصور ولا بايه اللي بيصور بيه.
في ناس بيعملوا روائع بالموبايل لكن بيجهدوا نفسهم عشان يطلعوا صوره كويسه مش بيستسهلوا فاهم. وفي ناس مدعيين علم ومدعيين يعني استاذيه وبعدين بصريا لا هي المساله ماهيش ايه ماهيش نظريات بتطبق بشكل اصم هي نظريات بتطبق باحاسيس برساله انا هطلع من القاعده دي بفكره حشد عنها بفكره لكن لازم تبقى الفكره موجوده علشان يطلع منها منتج في النهايه اقدر اراه اقدر يعني ايه ما هو الايكونيك فوتو دي ايه ما هو ده الفرق ما بين صوره ايقونيه وصوره كلينكس هي الحدوته بسيطه يعني اذكر يعني الاستاذ محمد يوسف رحمه الله عليه يعني لما كان حابب يصور موضوع الكنافه في رمضان طبعا اي حد فينا بيطلع بياخد بيقعد ياخد يلف حوالين الراجل بتاع الكنافه ويلف مع الفرن وحاجات زي كده يعني هو جاب لوح زجاجي وخلى بتاع الكنافه يمسك الكوز ده بنسميه احنا الكوز ده على جلدنا وكان جواه العجين بتاع الكنافه ويتحرك كده وهو الاستاذ محمد يوسف راقب تحت لوح الازاز طلعت الكنافه دي كانها على العدسه بتاعت الكاميرا يعني الفيلم ده مش موجود ولا صوره لايام النهارده فالحقيقه في حاجات هم كان عندهم حته الفكر وكان مسموح انك انت مثلا لو بتعمل موضوع او حاجه زي كده كان مسموح ان انت تفكر وتصنع الصوره كان مسموح صناعة الصوره انك انت ممكن تصنع صوره المهم انك انت ما يبقاش في كذب لو في عمل اخباري او حاجه ما يبقاش في كذب لكن لو في تحقيق وبتعمل من حقك انك انت تصنع صوره تلاقي فيها شغلك في التحقيق الصحفي اللي انت بتعمله لما حب يعمل عروسة المولد مثلا جاب فتاة جميلة جدا وراح جايب الورق الكروشيه ده وعمله بالخشبة بالعصاية وعمل عروسة لابسة يعني بني آدم بس عملها عروسة المولد هو فهم كان مسموح انك انت يعني تصنع صورة في التحقيق مفيش أي أزمة طالما ما تخرجش عن المصداقية ممنوع تماما 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 أي لعب في صورة إخبارية يعني صورة إخبارية تنزل زي ما هي وتعتمد بقى على سرعتك وكده فالموضوع الابداع ده بقى بيختلف بين حد وحد تاني يعني. مساء الخير دايما بتستعملوا هي بس حسام يعني حواركم شيق ما بتسمعش منه انا عندي سؤال يعني عايز انقل من فكره اتفاق الطرق لان في يوم من الايام هيبقى اللي بيحصل النهارده هو التاريخ بتاع المستقبل فمن فكره الارشيف زمان وفكره النيجاتيف لان النيجاتيف بيحتاج طريقه معينه في الارشفه زائد أمانة اللي بيأرشفه زائد الحفاظ عليه زي ما حضرتك حكيت قصة النيجاتيف اتسرق أو خلافه أو كده. النهارده بقى إحنا ممكن نعمل إيه؟ أولاً عشان نحس إن صورتنا النهارده اللي صورناها سواء زي ما حضرتك قلت استاذ بالموبايل ولكنها قوية أو بالديجيتال إنها أرشفها إزاي؟ أحافظ على معلوماتها إزاي؟ عشان هي برضه يمكن النهارده الصوره اللي بصورها بحس انها بسيطه لان انا سهل اصور واحده ثانيه بسهوله لكن يمكن بعد 10 او 15 او 20 سنه زي مثلا نشوف صور الثوره النهارده بنلاقي ان ليها قيمه ازاي بقى انا النهارده ارشف شغلي مش الارشفه بس بمعنى انا احطه على هاردات بما انها ديجيتال لا ازاي ارشفه فنيا وعلميا وعشان لما الاجيال الجايه تشوف الصوره دي تعرف معنى الصوره دي او ايه المضمون الصوره دي طبعا هجاوب على السؤال ده بس حسام لان انا بعيد عن التكنولوجيا بقى لي فتره طويله طبعا الاستاذ حسام بحكم ان هو يعني لا زال شغال في المجال ولا زال بيدرس وكده فهو اكبر مني عشان هو يقدر يجاوب على السؤال
هو اللي بيخلي الصورة ليها معنى وقيمة هي المعلومة. هات صورة وانت مش عارف ايه اللي موجود فيها، هتفقد معناها. فأي حد بيصور بلا معلومة أي صورة مش هتعيش، ممكن تنبسط منها شوية لكن مش هتعيش معاك، لأن ايه الصورة دي معناها ايه، بتقول ايه، فيها ايه. فلازم اللي بيصور يكتب كل المعلومات المصاحبة للصورة، وده متعة بحد ذاته. ليه؟ لأنه هكلم في بلاش يعني هاخد شوية جنب عن إذنك عن فكرة المجالي اللي هو التصوير الصحفي، وهتكلم عن الستريت فوتوغرافي أو الدي لايف أو الحاجات اللي هي إيه العام والأشمل اللي هي دلوقتي متاحة أو يعني للأسف التصوير. دلوقتي أنا لما بصور صورة في الشارع، مجرد إن أنا صورت صورة هي وليدة اللحظة اللي أنا شفتها، علشان أولا بخلد بيها الوقت، وبعد كده هتتحول الصورة دي لنوع من التوثيق، هي وثقت الزمن واللحظة حتى في الإمبريشن بتاع الناس وأزياءهم والأركتكشر كل حاجة، أنت وثقتها في اللحظة. لكن أنت متخيل لو أنت نازل عشان تصور، أنا بكلمك بقى بشكل يعني إيه، مش بس عشان الأشرفة، علشان مضمون الصورة نفسه، وجيت أنا هصورك صورة وأنا ما أعرفكش، الصورة وأنا مش هتطلع حلو. طب يعني تقابل الصورة دي لو أنا أعرفك، الصورة هتطلع أفضل، فهتعبر عنك وهتخليني تديني أنا كمان أفضلية إن أنا أقرب لك وأتكلم معاك وأتصاحب، فنطلع كمان بشكل مثمر جدا، مش بس صورة حلوة، صورة ليها مضمون. فهنا يبقى في معلومة. فأنا ما بصورش صورة لمحمد هشام وهو ماسك الكاميرا بيصور وأكتب تحتيها مصور بيصور، طب وبعدين؟ لكن تفرق جدا لما أقول محمد هشام المصور الصحفي في كذا كذا أثناء مش عارفين إيه، فديت معلومة كاملة. إحنا بنسميها طبعا في الصحافة الـ 5W أو اللي إحنا بنجاوب على الأسئلة الخمسة الخبرية، يعني ما علينا من ده. لكن ده مهم جدا، لأنه وأنا بصور الناس هقرب لهم، هتعرف عليهم، هعرف ظروفهم إيه، فهتعايش معاهم، فهعرف مضمونهم إيه، فتبقى صورة شكلها أفضل. من هنا لقيت صورة حلوة ليها قيمة وليها معنى وليها رسالة واتعمل بشكل حلو اللي أنا مش مخطوفة، وبعدين ليها كمان يعني ليها ريفرنس، أنت كاتب عليها كل الداتا اللي موجودة، فيبقى عندك وأنت بتأرشف بقى أيا كان، أنت بتأرشف إزاي؟ بتأرشف مثلا تايم لاين، بتأرشف مش عارف يعني أيا كان، بس عندك كيبورد بتتكتب وأنت بتدور هتلاقي فيه مشاعر، هتلاقي فيه أسماء ناس، هتلاقي فيه عمال، هتلاقي فيه مثلا مزارعين، هتلاقي أيا كان أنت بتعمل إيه. فده التوصيف الصورة مهم جدا عشان نجاح الصورة مش بس في الأشرفة، عشان كمان يبقى ليها معنى مضمون. هل حابب يسأل حاجة تاني؟ أكيد؟ تمام، احنا بدنا يعني نشكر أستاذ حسام دياب طبعاً وأستاذ عبد الوهاب السنيدي اللي اختار معانا النهارده، وكشكر مننا من إثيوبيا ومن كايرو بوسوي برضه نحب نقدم التروفي دي لأستاذ حسام دياب، يعني شكرا لمجهود حضرتك معانا في الأسبوع قهر الصورة، وشكرا جدا على حضوركم النهارده معانا والإضافة اللي قدمتوها للأسبوع. وبس تمام، شكرا جدا. That's it, guys.